اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بيتعلق بماده Long Mental Full Preparation Course The Paper Test. وبهذا الفيديو رح نحكي عن Reading Comprehension Skill Number 6 How to Deal with Implied Details. طبعا Implied Details معناها انه هو عم يسألك عن فهمك للقطعة. اوكي، هلا هو يعتبر واحد من اصعب الاسئلة اللي ممكن تيجي في التوفل او في الايلتس، لانه عم يسالك عن انه انت اقرا القطعه وافهمها وحاول انك تجاوب السؤال الموجود عليها من فهمك للقطعه، لكن هذا برضه بيقدر يساعدنا انه نعرف كيف نلاقي الاجابه، لانه طالما انا بدي اعتمد على فهمي في القطعه معناته انا بدي ابعد عن اي شيء يكون موجود بصراحه او مذكور في القطعه نفسها. هلا طبعا كيف بميز هذا السؤال في الاسئله؟ لانه انت بيجيك اسئله على قطعه القراءه، فكيف اميز انه هذا السؤال طالب مني implied details؟ بيكون واحد من هالكلمات التالية موجود عنا في السؤال، بيقولك it is implied in the passage that. كلمة implied يعني هو عم يسألك عن implied details، ممكن يجيب لك it is understood from the passage that، ويكون اشي معين، او it is it can be inferred that، مثلا it can be inferred that the North Atlantic فراغ. فأنا بدي أدور على أشياء إلها علاقة، المعلومات كلها اللي إلها علاقة بالنورث أتلانتيك في القطعة، لأن القطعة ممكن تكون تحكي عن أكثر من شغلة مش بس النورث أتلانتيك. أنا بدي أقرأ ألاقي كلمة النورث أتلانتيك وأدور أقرأ المعلومات الموجودة في القطعة اللي بتتعلق بالنورث أتلانتيك، وبعدين أقرأ الخيارات وأحاول أشوف أي واحد فيهم بنطبق على هاي المعلومات ومش مذكور صراحة في القطعة أو مباشرة في القطعة. يعني بدي يكون بيعتمد على فهمي أنا للمعلومات الموجودة بالقطعة، بس هو الجواب نفسه ما راح يكون موجود في القطعة. ممكن يجيك سؤال إنه it is most likely that، فكلمة likely أو كلمة probably هدول بيكونوا دليلة على انه السؤال implied، لانه هو بيسألك انه من المحتمل انه يكون او على الاغلب انه هذا الاشي صحيح او لا حسب القطعة نفسها. فطبعا اذا لقيت واحدة من الاجابات تكون مذكورة صراحة في القطعة، يعني انت قرأت خيار A لقيت خيار A موجود copy paste في القطعة، معناته احذفه لانه بيكون شو الجواب الصحيح، لانه هذا السؤال implied detail معناته الاشياء المذكورة صراحة انا ما بدي اياها، انا بدي شو انت فاهم من القطعة. طبعا بيعتمد على فهمك للقطعة، وعشان هيك احنا حكينا انه هذا ممكن يكون من اصعب الاسئلة، لانه في بعض الطلاب مثلا ما عندهم حصيلة كلمات كفاية، او ممكن انه يقرأ وما يقدر يستوعب مثلا شو الخيار بده. لكن يعني هو انت بالامتحان التوفل خصوصا في الجامعة الاردنية ما رح يجيك الا سؤال واحد بس على implied details، يعني ما رح يجيك سؤالين او ثلاثة، هو واحد فقط. اذا اجاك فبده يكون يعني واحد من هدول الكلمات موجود في السؤال، فانت حاول انك تختصر الاجابات، انك تحذف الاجابات الموجودة مباشرة في القطعة. بضل عندك مثلا اجابة او اجابتين مش موجودين في القطعة، بدك تقرأ المعلومة وتحاول انك على قدر الامكان يعني تحذف الاشياء الاضافيه توصل لاصل الجمله اللي هو الفعل والسبجكت، حتى انك تعرف تستوعب شو الفكره الرئيسيه في هاي القطعه او في هذا السطر، وبعدين تدور على الاجابه الاقرب له. اوكي، مثال في موجود عندنا بالكتاب طبعا، انه موجوده هاي القطعه عن الهوايين لانجويج، وبيجيك سؤال انه which of the following is probably not a Hawaiian word. فهون انا بدي اضطر اقرا كل الخصائص اللي بتتعلق باللغة الهواوية اللي هي الهواين وورد، وأحدد أي واحدة من هدول الكلمات ما بنطبق عليها هاي الخصائص. هلأ إحنا إذا قرأنا الأشياء اللي إلها علاقة بالهواين لانجويج الموجودة بالجملة بالفقرة الأولى، طبعا الفقرة الأولى بتتعلق بالهواين لانجويج، هو بقول لك إذا ملوديوس لانجويج in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters, the 5 vowels A, E, I, O and U and the 7 consonants اللي موجودين أمامنا. هلأ each line syllable in the language ends in a vowel، معناته بدها تكون اللغة نهايتها المقطع، كل مقطع في الكلمة بده يكون نهايته vowel، وفي 2 consonants never appear together، وهذا هو المفتاح الحل عندي، إنه حرفين ساكنين مستحيل يجوا ورا بعض. هلأ باجي بطلع أنا على الخيارات الموجودة عندي، في مهالو ما في حرفين ساكنين ورا بعض، ما ها لو كل مقطع انتهى بحرف علة، معناته أنا أطبق عندي الخيارين، معناته مهالو كلمة هووية. ماهي ماهي نفس الاشي، عندي ماهي أول مقطع نهايته حرف علة وفيش حرفين صامتين جايين ورا بعض، ماهي الثانية برضو نفس الاشي آخرها حرف علة اللي هو المقطع نهايته حرف علة، وبنفس الوقت
ما في حرفين صامتين جايين ورا بعض. هلأ بضل عندي مكليا، هادي عندي الكي واللا جايين ورا بعض، فهذا هو الخطأ، لأنه ما بصير إنه يجي حرفين صامتين ورا بعض في اللغة الهووية، فمكليا مستحيل إنها تكون كلمة هووية. حرفين علة بيجوا ورا بعض، بس حرفين صامتين مستحيل يجوا ورا بعض، فدي صحيحة. أوكي، السؤال الثاني مثلا، it is implied that a lua is، هلأ كلمة lua موجودة بتلاقوها في السطر الأخير من الفقرة، outside lua where everyone eats too much and may be invited afterwards to a dance to dance the hula. طبعا حسب اللي أنا بقرأه عن lua، lua هي مش دانس، لأنه دانس كلمة دانس موجودة صراحة في القطعة، إحنا حكينا implied details معناته مش موجودة بالقطعة الكلمة، لازم تكون أو في السطر اللي بيعبر عن اللغة، فكلمة دانس موجودة صراحة stated، فهاي مش هي الجواب الصحيح، مش راح تكون هي الجواب الصحيح. بضل عنا ثلاث خيارات، بضل عنا a feast, a concert, a language. لاحظوا إنه concert و language الميننج خطأ. إحنا لما بنقرأ إيش يعني اللغة، اللغة is an outside thing. أول شيء outside معناته هي مش لغة، ما إلها علاقة باللغة، و everyone eats too much و dance معناته هي مش لغة، و concert عادة ممكن تكون outside the concert، بس ال concert فيها music، أنت ما بتاكل بالconcert، يعني ما فيش فيها أكل. طب إيش الإشي اللي بيجمع بين الأكل والرقص أو الموسيقى؟ اللي هو الفيست، اللي هي الاحتفال. الاحتفال عادة بيكون، أو الوليمة بيكون فيها أكل وفيها ميوزك وفيها دانسينج. فمن فهمك أنت للجملة اللي بتتعلق باللغة بإمكانك أنك تحزر الجواب الصحيح. زي ما قلت هاي مهارة صعبة، هي تعتبر من أصعب المهارات في الريدينج. إذا عندك محدودية معاني كلمات أو محدودية في تفسيرك للجملة، معرفتش تلاقي الإجابة، ما تقلق كتير، يعني هو عموما عليها علامة واحدة فقط لا غير، وبتعوضها بالإجابات الأخرى إن شاء الله. أوكي، في عندكم تمارين أكتر اللي هم موجودين بصفحة 277، أو إذا عم تستعمل PDF كوبي راح تلاقيهم بصفحة 286. افتح جاوب هدول القطع القراءة عن الـ implied details، وصلح لحالك من آخر الكتاب، لاقي الإجابات الصحيحة وشوف إذا إجابتك صح أو غلط، وإن شاء الله بنناقش هذا الموضوع في المحاضرة القادمة بإذن الله. يعطيكم ألف عافية، وبشوفكم في فيديو جديد. Take care everybody. Bye bye.